بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا أحبة إلى الحلقة 51 من برنامج أفاضل وفضليات، الحلقة الثالثة من الموسم الخامس، ولله الحمد، توفيق من الله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى فضل على ليبيا في كثير من النعم، من ضمن هذه النعم أنحباها بأناس أفاضل وفضليات على مر العصور، في القديم وفي الحديث، من كل ليبيا، من كل ربوع ليبيا، من المدينة، من القرية، من الصحراء، من الجبل ومن جانب البحر. أترحم على من رحل منهم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا كل خير، كما أدعو سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء منهم وأن يشفي المريض منهم. نحن نتحدث عن أفاضل في كل الأوقات، كل العصور. موضوع اليوم موضوع في غاية الأهمية، يعد محطة هامة جدا من محطات التاريخ الليبي المعاصر، باسم أباؤنا المؤسسون، وكلمة أباؤنا تعني الأب والجد وهكذا، والمؤسس تعني كثير. للحديث عن هذا الموضوع المهم يشرفني جدا أن يكون ضيفي ذات اهتمام بهذا الخصوص، تحديدا في فترة يعني تاريخ ليبيا المعاصر، قد يكون من العشرينات والثلاثينات والأربعينات وهكذا، الأستاذ الباحث والراصد في التاريخ الليبي المعاصر الأستاذ المهندس محي الدين كريكشي. أنستنا وفرصة طيبة، ورب يحفظك وشكل لك تلبية الدعوة. الله يمسيك بالخير سيدنا الفاضل. نعم، ربي يحفظك. كل الشكر على هذه الدعوة الكريمة، والشكر لمحطتكم الموقرة. نعم، نعم. هو أولا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن اخترتك، ركز على الجملة، لأن أنت قدها كما يقال، يعني أنت لها بصدق اهتماماتك، وبما حبى الله سبحانه وتعالى ليك من نعم الذاكرة الطيبة جدا، وكذلك الاطلاع والبحث، وعندك كثير من الكتابات في هذا الخصوص. من شوية أنا قلت هي محطة قد تكون وقد تعد من أبرز محطات التاريخ الليبي، خصوصا إذا ما تحدثنا عن حاجة اسمها قيام الدولة الليبية، أو مولد ليبيا، أو متى بدأت ليبيا، ولا متى يمكن أن يقال عنا بداية الدولة الليبية وهكذا. هذه تساؤلات كثير، يعني كثير ما نجدها متداولة عند كثير من الناس، والإجابة قد تكون متفاوتة. على سبيل المثال، سبق أن استضفت الكاتب الكبير العالمي الليبي العالمي منصور بوشناف على حلقتين، وكان موضوعنا اسم مولد ليبيا، وسألت هذا السؤال، فكانت إجابة نطرقها فيما بعد. وكذلك مع بعض ضيوفي، من ضمنهم المهندس عمطر سالم أبو سالم، حتى هو متى مولد ليبيا. نعم نعم. والأستاذ الباحث الخبير في علم الأثار رمضان الشيباني، وغير وغير وغير. صديق كريم حتى. نعم، أجمل تحية لهم جميعا. طبعا اليوم كما يقال أنت حصلت، ولفظة أنت حصلت لأن تبارك الله نبغى ناخذ منك بمحاباك الله سبحانه وتعالى من معلومات في هذا الخصوص. فالبداية بآبائنا المؤسسون، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سنأخذ الفترة 1943 1951، وهي فترة الإدارة العسكرية البريطانية. جميل. لأن في هذه الفترة تهتم بالنضال السياسي والاجتماعي. جميل. للآباء والأجداد. جميل. وحسب اعتقادي وحسب ما نرى أنها فترة مغيبة من التاريخ، يعني بحاجة إلى توعية وتنوير. جميل. فيها بدايات كانت لخروج إيطاليا ودخول القوات البريطانية، سنتحدث عنها بسرعة، ثم كيف بدأ تشكيل المجتمع المدني في ليبيا. احنا عندنا مجتمع مدني، بينما في ذلك الوقت كانت الدول العربية قليلة جدا على عد أصابع اليد كان عندها مجتمع مدني. صحيح. واحنا عندنا مجتمع مدني كان مغيب وناشط. نعم. ثم تكوين الأحزاب وفترة تكوين الأحزاب، سواء في طرابلس أو في برقة، وهي مهمة جدا. نعم. لأن الحاكم العسكري البريطاني الثاني، الأول اسمه والش والثاني هو بلاكلي، سمح بهامش من الحريات. نعم. بسيطة. نعم. بدأ تأسيس الأحزاب هذه، وكيف سلمت إيطاليا بمستعمراتها، وهذا موضوع مغيب جدا. الشعب الليبي لا يحتفل باليوم الذي تخلص من الاستعمار. جميل. نعم. ثم نأتي إلى اللجنة الرباعية التي وضعت من الدول الأربع الكبرى للتحقيق والتواصل مع الشعب الليبي لأخذ رأيه في الاستقلال. نعم.
نأتي بعدها المشروع اللعين للتقسيم هو مشروع بيفن سفورزا، وسنتحدث من هو بيفن ومن هو إرنست بيفن وكارلوس سفورزا، وسنتحدث عن كيف أوصل الموضوع إلى الأمم المتحدة وكيف تم إسقاطه ودور إيميل سلو. نعم شوقتنا والله. ندخل بعد ذلك، هذه مقدمات بس. نعم نعم نعم. ندخل بعد ذلك في قرارات الأمم المتحدة. نعم. بالاستقلال. نعم. 11 المادة القرار الأول 21 نوفمبر رقم 289 49 المغيب جدا وهو القرار المعزز. القرار المعزز هذا في 17 نوفمبر 1950 وهو من 6 مواد أو 6 بنود اللي يعرف الآن في السياسة الدولية يطلق عليه رود ماب، خارطة الطريق. ليبيا بديلها بكري. نعم. ليبيا أول دولة. نعم. استقلت بقرار من الأمم المتحدة. ليبيا أول دولة أنشئ لها خارطة الطريق لتوصلها إلى الاستقلال. ليبيا أول دولة سنت الدستور ليؤسس لقيام الدولة. نعم. وهذا هو موضوع الحلقة. طبعا حنوصل لأن اللجنة الجمعية الوطنية التأسيسية. نعم. هذه جت في قرارات الأمم المتحدة، سواء القرار الأول القرار المعزز بتأسيسها المعروفة باسم لجنة الستين. لجنة الستين. نعم جميل. بالضبط. وهذا هو احنا قد يكون موضوع اليوم. لجنة الستين هي 43 جلسة. نعم. بدأت في 25 نوفمبر 1950 وانتهت في 6 نوفمبر 1951. نعم. تقريبا سنة. نعم. حنتحدثوا على تواريخ مهينة وشن القرارات اللي صارت والقرارات اللي جت في قرارات الأمم المتحدة بالاستقلال وهو القرار المعزز كيفية تطبيقها. نعم. لماذا؟ لأن يعني المؤسسات الليبي أو الشعب الليبي كان يجري ضد الوقت. لأن قرارات الأمم المتحدة محددة موعد. نعم صحيح. للاستقلال. صحيح. يجب يعني المادة الثانية في قرارات الأمم المتحدة بالاستقلال يجب بأي حال من الأحوال ألا يتعدى. نعم. 1 يناير 1952 إذا. نعم. كان فوتنا الموعد خلاص. صحيح. سنبقى لل 59 مثلا مشروع بيفن سفورزا سنبقى لل 59. نعم. تحت الوصاية. نعم 7 سنوات ثانية. نعم 10 سنوات. 10. نعم. وهي أن طرابلس لإيطاليا. نعم. تعود إيطاليا وبرقة للإنجليز. نعم. والجنوب لفرنسا لأن فرنسا. نعم. الساحل والصحراء كلها معظمها. نعم. تبعها. صحيح. وفي نقطة مهمة في القرارات هذه أن المادة 6 هي تقول هذا إذا رأت الجمعية العامة ذلك. أنا ممكن حتى في 59 يخلوك. نعم فكان لابد من استدراك الموقف. نعم الموقف ضروري. نعم فهؤلاء الآباء والأجداد كان عندهم حب الوطن. جميل. والوطن غارس في قلوبهم. هذا اللي بنسمعه في الحلقة هذه. وغارس الحلقة في قلوبهم. إشادة بهؤلاء. نعم جميل. رغم الخلافات. جميل. ورغم الجهوية. جميل. استطاعوا أن يتحدوا. رائع. ويوحدوا الوطن ويتغاضوا عن مشاكلهم. رائع. وعن خلافاتهم. وهذا غرب وهذا شرق وهذا جنوب. مع ان الموضوع اتحادي كبدايه. نعم نعم. بدا اتحادي وكانت الامم المتحده تدعم ذلك. نعم. احنا لما وصلنا في الدستور حنتكلموا حتى على الدستور. دستور 213 الماده 12 فصلا. نعم. السيد ادريان بيلت لما جاء ماذا وضع؟ كان عنده مستشارين. نعم. واحد منهم صدق درجاني. اللي زوجته كانت سكرتيرة السيدة الملكة فاطمة الشفاة. نعم. بنت المجاهد أحمد الشريف السنوسي وزوجة الملك. سنتكلموا عليه أن 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 12 دستور اتحادي تم وضعهم في يد أدريان بيلت ودراستهم والتحقق منهم. نعم. وأخذ الفائدة منهم. نعم. ما ينفع وما ينفعش كذا وكانوا في مستشارين ساعدونا. ولكن كان في ليبيون نشطاء مهتمين الغيرة عن الوطن والاهتمام. لأن هذه الفرصة أول مرة جينا. نعم. وإحنا كنا شعب فقير فقير مش في ناسة فقير في هنتكلموا حتى عليه التقرير التي أتى في مجلة التايم الأمريكية يوم 31 ديسمبر 1900
51 أسبوع بعد الاستقلال، هو موضوع مطول لكن يعني بحكم اهتمام نعم. بالترجمة يعني مترجم صحيح. فأنا لخصته وحنتكلمه في 6-7 سطور، نحط المواضيع المهمة اللي فيه لأنه نعم. مطول شوية. نعم هو سبحان الله أجمل كله قلت كل اللي قلته جميل، لكن الجزئية اللي أنت تتحدث فيها عن هؤلاء الأفاضل دورهم المشرف، يا الله دور فعلا بطولي ومشرف، وشو بتقول يعني كل ما يمكن قال عنا وطني بامتياز، ان هم غلبوا المصلحه العامه في طبعا. في زي ما تقول مثلا سرعه انجاز ما عهد اليه هذه اللجنه اللي هي يعني بعدين نفهم مهام الثلاثه اللي يعني ضمن التفاصيل في كل المواضيع، وان هم كل واحد يعني زي ما تقول مثلا فات المصلحه الذاتيه او الشخصيه او المكانيه او الجغرافيه وكذا، وكان عندهم الهم الكبير جدا اللي هو نيل الاستقلال. وهنيه ليك، كلام يعني فعلا رائع، وهذا هو هذا هو سبب اختيارنا لهذه الموضوع الحلقه اللي هو ابانا المؤسسون. نعم. خروج ايطاليا وانتهاء دورها في ليبيا جعل الانجليز دخلوا برقه، مع العلم ان الجيش السنوسي كان منضم مع الانجليز وشارك في معركه سيدي البراني في ال نعم. 40 او 41، ثم دخلوا برقه. السيد مونتغومري الفيلد مارشال دخل طرابلس في 23 يناير 1943. والصور موجوده تلقاها نعم في ميدان نعم الشهداء وما الى ذلك. الصور ولكن نعم. الحكم الايطالي لم ينتهي بعد، لان اخر حاكم عسكري انتهى دوره يوم 13 مايو 1943. خشوا الانجليز من هنا، ولكن هو كان يشتغل حاكم عسكري لايطاليا من تونس، لان كان يقود في معركه نتاع المحور ضد الحلفاء في معركة تسمى معركة المفيضة. انهزم هناك في 13 مايو واحد اسمه لقب ميسي. نعم. يعني على اسم لاعب الكرة الأرجنتينيين غادي أكثر من السكان هم طليان. نعم. يعني. نعم. فبذلك انتهى الحكم. في أول دخول الإنجليز قامت مظاهرات، وأول مظاهرة تشهدها مدينة طرابلس تطالب بحقوقها، وتطالب بإنشاء جسم يمثل الشعب. زمان كانت الدنيا مقسومة قليمة ثلاثة، الشعب الطرابلسي نعم الشعب نعم البرقاوي الشعب الفلزاني نعم كذا. كانوا يطالبوا بمن يأخذ حقهم ويرفع مطالبهم إلى الإدارة البريطانية. جميل، احنا بدنا احنا بدنا فعليا الخطوة الأولى نعم في موجبات أيوة وضع الدستور وموجبات نيل الاستقلال. جميل جميل، خطوة خطوة نعم. وانا عندي صوره للجد نعم. نفسه مقعمزين قدام الانجليز نعم. ويفاوضوا فيهم وياخذوا جدك اللي هو باسمه محمد يونس الكريكشي. محمد يونس الكريكشي نعم. فكانوا يجلسوا معاهم وياخذوا في مطالب الشعب ويوصلوا فيها لهم وياخذوا في حقوقهم منهم، لان في بدايه في 43 كان البريغادير وولش، الا انه لم يطول قعد عام واحد. ثم أتى ما يعرف السيد بلاكلي وهو المشهور من الـ 44 إلى الاستقلال، قاعد هو المنتدب البريطاني أو الحاكم العسكري البريطاني. هم حتى الإنجليز داروا عملة نعم المال أي نعم صحيح وكانت تستعمل في ذلك الوقت نعم. بعد ذلك بدأ يتشكل ما يعرف بالمجتمع المدني، يعني كان لنا مجتمع مدني نعم بدأ. جميل. كيف بدأ؟ وصدقا والله واحد يقولها على استحياء، كثير من الناس يعتقد ان حراك المجتمع المدني بدا مع 2011. لا موجود صدق يعني لا. هو من زمان يعني اللي يقرا التاريخ اللي تحكي على حضرتك، وانا سعيد جدا حتعرف 43 معك. جمعيه نعم. عمر المختار نعم. في الشرق نعم. تاسست وكانت لها نشاط ثقافي ونشاط جميل. اجتماعي نعم جميل نعم. نادي الاتحاد 29 يوليو 1944 نعم تاسس نعم، وكان له أنشطة ثقافية واجتماعية نعم. وما إلى ذلك، وأنا نعرف بني على أكتاف عائلة الزنتوتي وعائلة الكريوي نعم. نعم. والحاج محمد جدي من المؤسسين نعم صحيح. الجمعية الخيرية الإسلامية نعم، والتي كانت نعم. موجودة في النادي الأدبي، تأسس النادي الأدبي أحمد وعلي الفقي حسن نعم. وكان جميل. يقوم بأعمال اجتماعية وعلمية، وكانت نعم. هناك مدارس تعلم اللغات العربية والإنجليزية نعم. وكان مقر في نادي الاتحاد، وكان نعم. في شخصيات تربصية منهم الشيخ طاهر بكير وبن نعم. زراع وغيرهم، كلهم كانوا
جميل جميل. نعم. معليش سمحني، وإضافة قد تكون ذات فائدة، والليبيين اللي داروا هذا الحراك الثقافي في مصر وغيرها من البلدان، لا عندهم نشاط، لا نقصد يعني، نعم جميل، عندهم نشاط حتى، لا رغم بين الليبيين أصحاب عطاء هناك مبكر. نشاط مبكر جدا. نعم. كان في بشير بي السعداوي. نعم. لجنة. نعم. الدفاع في 24 لما أسسها في سوريا. نعم. صحيح. وفي 28 منظمة بروني. نعم. بعدين دونجو. نعم. منظمة الجاليات الطرابلسية البرقوية في 28 في سوريا. أها جميل. الباروني كان يصدر في أسد اللواء كذا في مصر قديما. نعم. جدا. وبعدين الباروني هو. نعم. أستاذ وكاتب وشاعر وأديب. نعم. نفس الشيء بشير بي السعداوي. انا اخذتك شويه سمحني. لا لا لا، من باب بيان، من باب بيان، من باب بيان ان الليبيين اشتغلوا بكري في هذا الخصوص، يعني مش تو الناس تقول لك المجتمع هذا الحركه 1930. نعم. المؤتمر الاسلامي في القدس. نعم. وكان الحسيني، عائله الحسيني هو رئيسها، دعا بشير السعداوي سيد انا مع حفظ الالقاب طبعا، الاسماء. نعم. مرات ما نذكروش. نعم. في الواحد. نعم. يعذروننا يا جماعه بس. نعم. مش مكتوب. دعا وهو من رفع القضيه الليبيه، اول مره ترفع القضيه الليبيه في المؤتمر الاسلامي عام 1930 او 31. جميل جميل. هم ثم من هناك انتقل بشير بي ومشي، مشى كلف بفك الصراع بين الملك عبد العزيز آل سعود والإمام في اليمن، كان عندهم مشاكل على الحدود. نعم. حل المشكلة. نعم. هذه اختير من ضمن. نعم. طبعا اختاروه. نعم. لأن الشخص مفوه، شخص قارئ جيد. نعم. شخص عنده بعد نظر. نعم. سياسي محنك. نعم. وثقافة إسلامية كبيرة. أكيد. نعم. أكيد، لأن. نعم. هذه هو كل أمهات. نعم. الكتب قاريهم. نعم. يعني. نعم. عندي. نعم. ملخص كبير عليه الموضوع. جميل. هذا فأعجب به الملك عبد العزيز، ففي 37 كان عنده 6 مستشارين هو. نعم. واحد منهم بشير بي، جاب مستشار. نعم. وخالد بي القرقني نفس الشيء. جميل. بعت خالد بي القرقني الملك عبد العزيز الى هتلر ليمسك العصا من النص بما انه مستشاره. وفي حتى فيديو موجود ان كيف هتلر هذه له بندقيه خاصه ما. نعم. الى ذلك. نعم. انت جميل. الليبيين دورهم كبير جدا. نعم. اوكي، انا توا ما ندمتش انني اخذتك الى خارج ليبيا الى وراء الحدود، لان هذه كلها اشاده. نعم نعم، اشاده. إيه؟ مربوط ببعضها. نعم، بالجوانب المضيئه لهؤلاء الناس. لا لا لا، ضروري. نعم. ضروري. نعم. الآباء والأجداد مغيبين. نعم. تماما. نعم. ما فيش حد يتكلم عليهم ويتكلموا عليك، يتكلموا على الشخصيات. صح. على معارك الجهاد المغيبة. نعم. الشخصيات اللي. نعم. أعطت بداء في اللي صرفت من جيوبها، وفي اللي. نعم. باعت أحياشها، وفي اللي كذا لنصرة الوطن. على ذكر باعت، فيما سيأتي إن شاء الله من حضرتك لما. أيه. تحدثوا على موضوع اليوم اللي هو لجنة 60، وتحدثوا على الشخصية الكبيرة جدا اللي هو فائق شنيب، هكذا اسمه ولا؟ عمر فائق شنيب. عمر. نعم. عمر فائق شخصية مهمة جدا في. أنت قلت في اللي باع حوشة موقف البطولي أنه باع الأرض متاعه ومزرعة متاعه كي يتمكن هو والفريق من السفر إلى نيويورك لحضور جلسات. يلا تفضل. ليك ساكسس. نعم. تمام. زمان نيويورك. اي نعم. المطرح اللي كان تنعط فيه الجمعية العامة اسمها ليك ساكسس. نعم صحيح. هو في نيويورك لكن الاسم ما يقولوش نيويورك، يقولوا. نعم. ليك ساكسس. جميل. لأن الأمم المتحدة تأسست في 24 أكتوبر 1945. نعم. وفي 45 تريغفيلي اللي هو أول رئيس للأمم المتحدة الأمين العام كان نائب أدريان بيلت. نعم. هنتكلموا على أدريان بيلت كيف وصل إلى ليبيا بعد ذلك شوية. هو الآن نقسموا الأدوار، دور أنا مقدم البرنامج ودورك أنت الضيف. أنت ربي يحفظك معبي تبارك الرحمن. أنا دوري الآن لابد مرة عرفت نرجع. أيه. إلى السكة. أيه. موضوعنا اللي هو أباؤنا المؤسسون واللي تقول فيه كله رائع جدا، خصوصا لما تحدثنا عليه الجانب العطي يعني العطر الزكي المضيء للليبيين خارج ليبيا. أبان موسون طبعا احنا عملناها على اساس ان نبو نمشي ان شاء الله للحديث عن لجنة 60 بالتسمية المعروفة اللي هي الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية، لان. نعم. في قرار الامم. نعم. المتحدة سموها. نعم. جمعية وطنية بالضبط. واكيد انت عندك بتبين تمهيد لهذه الجمعية. أي.
وكان من موجباتها ان تحدثت حضرتك على بعض الجوانب التاريخيه كذا. الان هنبدو يعني نعم انت صديقي هنبدو بس حتى الوقت يكفينا يعني نعم بالضبط نعم نبغى نشوف موجبات اخرى لهذه اللجنه. تأسس الجمعيه الخيريه الاسلاميه في النادي الادبي، كان الجد محمد الكركشي النائب الرئيس، نعم. ثم اصبح الرئيس والمؤسس لها في 46 و47 و48، لان في 45 ل47 كان في قحط صحيح، وكان في الملاجئ الهاني وبوهريده وفشلوم وقلقارش وكلها، وكانت جتنا حتى سفينه من مصر من الباخره فوزيه حامله الرز، لان عندنا قحط من 45 ل47. نعم. وهذه الهجره الثانيه للليبيين اللي مشوا لجنوب تونس نعم العمل، ومش عيب لان غادي الاداره الفرنسيه كانت عندها سكك الحديد وكانت عندها مصانع الفوسفات. ثم ننتقل الى تكوين الاحزاب في ليبيا. اخوين احمد وعلي فقيه حسن اسسوا في ال 44 ولكن كان سري، اللي هو الحزب الوطني. ثم في ال 46 لما سمح بلاكلي باخراج كل شيء وسمح باقرار الاحزاب تخلوا عن الحزب واسسوا الكتله الوطنيه، بينما الحزب الوطني تولاه السيد مصطفى مزران. نعم. ثم الجبهه الوطنيه. ممتاز. مهمه جدا. ثم ممتاز. في برقه تاسست في طرابلس 9 احزاب من غير التي ماتت في المهد. في برقه كانت في 3 احزاب يوم 12 ديسمبر الامير ادريس طلب حلها، وهي المؤتمر البلقاوي والرابطة الإسلامية وجمعية حلم المختار، وضمها في كل واحد في يوم 10 يناير 1948 أعلن قيام المؤتمر الوطني البلقاوي. نعم. ننتقل نعم إلى مشروع بيفنز فورزا. أيوة نعم صحيح. إرنست بيفن وزير خارجية إيطاليا كان في 21 وزير خارجية إيطاليا، لما جاء موسوليني تولى الحكم في 28 وزحف معاً معه نحو روما واستولى على السلطة نظام نعم الفاشي نعم وألغى الاتفاقيات متاع اللي حدثت في طرابلس وفي برقة وما إلى ذلك. الموضوع طويل بشرحه دي. نعم نعم. شنو صار في الموضوع هذا؟ تحكي أنت على بيفنز فورزا. نعم بيفنز فورزا. إيه. فهذا السيد خرجت إيطاليا منهزمة نعم في الحرب، فهي خرجت من الباب، جاء إرنست فورزا من النافذة. نعم بالضبط. فركب الطيار وذهب لبريطانيا بيتفاهم مع إرنست بيفن وزير نعم خارجية بريطانيا، زال متواجد، داروا مشروع، لكن هو إيطاليا لا تستطيع أن تقدم مشروع نعم الأمم المتحدة. ليش؟ لأنها من الدول المنهزمة ما عندهاش الحقية. قدم بس بريطانيا. نعم. وكان هناك وفدان في ليبيا، وفد هيئه تحرير ليبيا اللي هو تراسه بشير بن سعداوي، كان فيه سيد نور الدين العنيزي، وكان فيه مستشار القانوني اللي هو فؤاد شكري، ومنصور بن قداره اللي هو اللي تراس. الوفد البرقاوي كان فيه عمر فايق شنيب نعم مؤتمر البرقاوي نعم وعبد الرازق شقلوف، جاء محل السيد عبد الحميد تجي بعدين نعم بالضبط، والسيد خليل قلال نعم شخصيات مهمة في التاريخ جداً الليبي جدا جدا. ذهبوا إلى ليك ساكسس أفاضل، وذهب نعم معهم حزب كان في حزب الاستقلال موجود، وبشير بي كانوا متموجين غادي غادي كتوحدت كلمتهم. نعم. جميل. كيف الموضوع؟ هذا أهم حاجة. كيف الموضوع؟ النقطة دي كيف التقسيم هذا؟ نعم. على أن برقة من 49 ل 59 تحت وسادة الإنجليز، وفزان تحت وسادة الفرنسيين، ونأتي للمنطقة الأخيرة طرابلس من 51 لكذا كذا، تقعدوا ل 59 تحت الوصاية. الجمعية العامة 58 عضو فيها. باهين. نعم. محتاجين إلى ثلثين الأعضاء ليأخذ الموافقة. نعم. مندوب هيئة السيد إيميل سلو كلمات الدولة متاعها قالت له أنت باش تصوت لصالح القرار. نعم. ضدنا يعني. ضدنا. نعم. هذه تو بنوصل الحقيقة أغلب اللي أحب المشاهدين ما يعلموهاش. ما يعلموش أن هذه الشخصية العظيمة. السيد نعم السيد هذا الوفد الطرابلسي والوفد البلقاوي داروا به غاديكا. نعم. ما نعرفش داروا به في عدة روايات، في روايات ما نقدرش نقولها. هم أنا داروا به بطولي وأقنعوه. نعم. جت الكفة متعادلة متعادلة نعم
وقفت على صوت واحد، على صوت واحد صحيح، مندوب هايتي. تو هل الناس يقولوا هايتي جاب لنا الاستقلال؟ لا، هذه نعم. نظريه خاطئه. هو من اسقط مشروع بيبلز فورد، نعم صحيح، بحيث من هناك تحولت القضيه الليبيه الى الامم المتحده. ما عادش فيها، نعم نعم، جميل جميل. قبل هذا كان في اللجنه الرباعيه، نعم، اللي جت تحققت 25 يوم في طرابلس، 15 يوم في برقه، و10 ايام في الذان، وتقريرها لم يكن جيد. نعم. بينما الليبيين اتفقوا على الاستقلال والوحده والانضمام الى الجامعه العربيه كلهم. هني هني نبي وقفه هني، نعوضها. هذه مهمه. محلا انت هيك محلا قلت بينما الليبيين اتفقوا على 1 2 3 4، هذه لابد من الوقفه عليها. استمر استاذي. ايه هذه، نعم. هذا الراي اللي كان، نعم، ماشي، نعم، وكان عندهم انضمام للجامعه العربيه مهم جدا، نعم، ووحده البلاد والاستقلال التام. جميل، ما فيش تقسيم وكذا. المهم، جميل. فالسيد هذا إيميل سلو، نعم نعم، في التصويت اللي هو مندوب ضد القرار، مندوب هيئتي، اي نعم، فدولته طردته، نعم، نحت منه الجنسيه. هذه كثير من نسمع عن مواشي، لا جاء لليبيا، نعم، هنا، نعم، تم استقبال استقبال، نعم، الابطال، نعم، وتم منحه اقامه، جواز سفر، نعم، واقامه دائمه، نعم، ومنزل وما الى ذلك، نعم جميل. قعد لل 69 هذا في، نعم، 69 هذه صفحه بعدين. مشرفه يعني. فبداية بعد في 2012 اتصلت ببلدية طرابلس وبالمرافق، قلت لهم الشارع هذاك اللي بين ميدان الجزائر والغزالة اسمه القديم 21 نوفمبر، نعم، وهو قرار المتحدة بالاستقلال اللي فيه البرلمان، نعم طبعا تاريخ مهم، وأن الميدان اللي قدام سفارة الجزائر هذاك إيميل سلو مدليل لميدان، مدليل شارع، نعم، هايتي، لكن ومدليل لميدان باسمه، لكن للأسف الاسم لا 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 رجعوا، رجعوا الاسم موجود، لا إلا نقصد فترة معينة الاسم، إيه لا لا غاب طبعا، لكن، نعم، أنا رجعته، أنا، نعم، اتصلت بهم واتصلوا بي جماعة المرافق وبلغوني، نعم، أنه برا تلقى يافطات، جميل، لأن رجعوا للخرائط بتاعهم، نعم، إيه، يعني احنا لأن فعلا شخصية جدير أنه يسمى عليه شارع ولا ميدان، لأن فعلا أهم يعني محطة من محطات أهم شارع في طرابلس، نعم، وبنغازي هو أدريان بيلت، نعم، شارع الشط أدريان بيلت، نعم، في بنغازي أكبر شارع، استاذي اي تو بنزول بعد سقوط بيبلز فورد. انا اخشى ان الوقت يجي، لا لا، وعندي ماده بنعرضها. اوجد. نعم، لو فعلا فعلا بقى تفضل، اوكي تفضل. قرارات المتحده جت 11، نعم، ستؤسس في كل من برقه وطرابلس الغرب وفزان دوله ذات سياده مستقله، نعم، اللي هي ليبيا. جميل. ينبغي بان ما معناه يعني، ينبغي، نعم، بان يكون لا يتعدى موعد يناير 2021، وستقوم جمعيه وطنيه بسن الدستور وتشكيل، نعم، حكومة مؤقتة. جمعية وطنية اللي هي جمعية وطنية التأسيسية. بالضبط، هذه القرارات. نعم. في القرار المعزز أعطيت تفاصيل أكثر. أن الحكومة المؤقتة يجب أن تؤسس قبل 1 أبريل 1951. نعم. فتم لجنة الستين أو الجمعية الوطنية التأسيسية، نعم، أسستها يوم 29 مارس. لماذا الغرض من الحكومة المؤقتة؟ نعم. لتستلم من الدولتين القائمتين على ليبيا وهم بريطانيا وفرنسا. خلينا ندير شويه هيك. وصلنا احنا ال 21 وال 60 توا، تبي تدخل حاجه اي بقى. لنا نبي نعرض ماده فضل. عن يعني زي ما تقول اسماء هذه اللجنه، لكن ايه؟ لكن ما بيش مثلا نفوتوا جمله ان هذه اللجنه وهذه كذا، انت حضرتك حتقول لها يعني مهام كثيره، مش كما يعتقد بعض الناس ان هي مجرد لوضع الدستور. فشراك احنا نستمع لهذه او نسمع لاسماء هؤلاء الافاضل، أيه، لصفحه مشرفه من التاريخ الليبي المعاصر، وبعدين ان شاء الله نكمل الحديث. نعم معنا. اعضاء الجمعيه الوطنيه التاسيسيه الليبيه، اولا عن اقليم فزان، الطاهر محمد العالم، سعد ميدون المجرحي، محمد عثمان الصيد، منصور بن محمد الحسناوي، علي عبد النبي المقطوف البوسيفي، أبو بكر أحمد بن حمد، محمد الأزهر العثماني، المبروك بن علي عريبي، عبد الهادي رمضان الزايدي، أبو القاسم أبو قيلة، السنوسي حمادي محمد، علي عبد الله الهادي، علي بن محمد بديوي، أحمد محمد الطبولي، الفيتوري بن محمد زيدان، طاهر القدافي بريدح المجرحي، علي عبد النبي السعداوي، محمد العكرمي بن هوبي، محمد بن الأمير، علي بن محمد الشريف. ثانيا عن إقليم برقة، عمر فايك شنيب، محمود حسين بوهدمة،
سليمان إبراهيم الجربي، أبو بكر بذان الدرسي، محمد الرحيم بوجازية، إحمد المحجوب، عبد الكافي السمين، خليل القلال، حسين مفتاح غرور، رافع بوغطاس، الكيلاني صالح لطيش، طاهر العسيلي، عبد الله عبد الجليل سويكر، الطائع صالح البيجو، محمد الصيفات أبو فروة، عبد الحميد عبد الله دلاف، سالم الأطرش، مبروك سليم الجباني، أحمد عقيل الكزة، عبد الجواد الفريطيس. ثالثا عن إقليم طرابلس: أحمد عون سوف، سالم المريض، عبد العزيز الزقلعي، محمد المنصوري، محمد الهنجاري، منير برشان، علي تامر، محمد أبو الأسعاد العالم، أحمد الصاري، علي الكالوش، مختار المنتصر، عبد المجيد كعبار، عبد الله بن معتوق، أبو بكر بن عامة، محمد كامل الهمالي، محمود المنتصر، إبراهيم بن شعبان، طاهر القرمانلي، يحيى مسعود بن علي، علي بن سليم. ألف شكر لصاحب الصوت الجميل الإعلامي الشاعر كذلك التيجاني حسب الله، وكذلك أنا أخذت هذه الأسماء من مقالة إلكترونية للأستاذ الكبير سالم كبتي، أجمل تحية. سالم الكبتي صديقنا وحبيبنا وهو مؤرخ. نعم نعم، مؤرخ صحيح. وربنا يحفظه. نعم فعلا، وبالمناسبة درت له دعوة على الهواء في رمضان الكريم لما كان موضوعنا الدكتوراه الفخرية. نعم جميل. لما كان موضوعنا منح جامعة طرابلس 10 دكتوراه فخرية لتسعة من الأفاضل والسيدة فاضلة. كان هو منهم. فاضل كلية الأدب. نعم كان هو منهم طبعا. فدنا له دعوة على أساس لما بيكون جاينا من بنغازي يكون ضيف عندي لتناول كتاب واحد بس من كتبه الكبيرة اللي هو تاريخ الجامعة الليبية بتاع بنغازي، إن شاء الله حنتناوله. أنا سمحني درت لك هيك شوية لا هذا ستيرس إلى اليسار شوية. أنتم ما تديروا لأن مازال عندي مادة. نعم مازال عندي مادة. فاحنا الآن ورينا موجبات هذه اللجنة، خلنا نتحدث على فضائلها ومحاسنها والدور البطولي في تهميش الذات كيف أتت والمدينة والاتفاق على وحدة كيف الوطن. أتت الجمعية الوطنية التأسيسية لجنة الستين. نعم السيد أدريان بيلت وصل طرابلس كان عارفه بعض الأحبة أدريان بيلت اللي هو مبعوث الأمم المتحدة، هذا كان نائب الأمين العام للأمم المتحدة وبصفته الأخرى تم انتخابه في خش في مسابقة انتخابية مع اثنين تانيين، تحصل هو على 22 صوت، فمن نائب الأمين تريغفيلي في ذلك الوقت في 50 أتى إلى طرابلس في أول يناير وزار الأقاليم الثلاثة وتعرف على الشخصيات والناس وكذلك. فهو هولندي مولود 1893 تقريبا مخضرم، وله كتاب على ليبيا تم ترجمته أخيرا من السيد المغربي وهو في أنا عندي النسخة الإنجليزية اللي هي 888 صفحة 63 درا. لا كان مخلص هذا بدل جهد جهيد ما نبوش الإجحاف إحنا، هذول ناس خدموا الوطن أجانب ولا كذا، ولكن إذا كان مش موجود أدريان بيلت كنا حنوقع في مشاكل، حنتأخر. صحيح نحن مقيدين بمواد. أمريكا مش أمريكا، بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي حتى هو كان كلهم كانوا متربصين يستندوا مش يعني مش هو اللي يرجعوا من جديد. صحيح. المهم فلما جاء بيأسس جسم ما عرفش كيف الخطوة كيف بيبدأ فيها، فهو بدأ بفكرة أن يتم انتخاب 5 عن كل إقليم، 15 عضو، دائما هي 60 مقسومة 20 20 20. نعم رغم أن الكثافات السكانية تختلف يعني قريب 800,000 في طرابلس 300,000 في برقة، 50,000 الفلسفة أن حتى لا أحد الولايات أو أحد الأقاليم يعني تتكبر على الثانية وتتعدى وكذا، خليهم كلهم صوصوة زي بعضهم. أها أوكي. بس هو هذا الغرض منها. كانها طائرة، كانها دائرة مستديرة. بالضبط. يعني مش بيكونش أيوة دائرة مستديرة مش مربع. نعم. لا. نعم نعم. ولا مستطيل. أي نعم جميل. بالضبط. فأبدأ الرأي في 15 على أن ينتخبوا، إلا أن كان في هناك جسم ثاني اسمه لجنة العشرة. كانوا فيه الأقاليم الثلاثة. وكانت في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكذا، وكان في مندوب الباكستان ومندوب مصر.
محمد ظفر الله خان ومنذ الفصل محمد كامل سليم. باكستان الوقت استقلت عن الهند ولا استقل في 47 في 15 اغسطس. نعم ايوه باكستان لان كانت محمد علي جناح انشق بالمسلمين بعد الصراعات مع يعني ما شاء الله عليه مستقل وعندهم دور في الخارطه. لا المندوب بتاعهم ظفر الله خان نعرف يعني هذا ذهب هو بشير بي وشخصيات تانية والجد محمد الكركسي عندي صورة ليهم وهم ذاهبين إلى السعودية ما شاء الله للحج يعني ما شاء الله فموجود نعم. اللي نتحدث فيه هذا كله موثق بالصور وبالوثائق نعم نعم موجود يعني لما نحتاجه ليه حنطلعه كلها الوقت صفحات مشرفة صدقا لا نعم. هذا واجب علينا نعم 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 هؤلاء الناس لازم تكريمهم نعم. تسمع عليهم حتى شوارع نعم. أقل شيء يعني ليش نعم. ما أقول الكلام هذا نعم. نعم. المهم فوصلنا احنا وين وصلنا توا وصلنا انا شني انا قاعد ادرين بيلت نعم فتدخل مندوب الباكستان واقترح 777 عن كل اقليم على ان يعينوا لا ينتخبوا نعم اخذ الموافقه من المجلس الاستشاري كان ممثل طرابلس السيد مصطفى مزران ممثل فزان كان سيد سنوسي الصوفو تقريبا نعم وفي برقة تقريبا كان السيد علي جربي نعم شخصية مهمة جدا رجل نعم خالي خالي نعم بتاع دبلوماسية نعم مسك بعدين في الحكومة المؤقتة في الحكومة الأولى المهم وتمت الموافقة بهي هل هم نختاروهم ولا نعينوهم ولا كيف في طرابلس طلبت طبعا حزب المؤتمر كان لي الراي اكثر لان هو كان اللي يعين نعم. وفي برقه كان الشيخ المفتي كان هو يعني هو اللي يتحدث واللي نعم. يدير لان هو كان نائب بشير بي السعداوي لان حزب المؤتمر كان عنده ثلاثه نواب السيد المريض والسيد الشيخ المفتي والسيد مصطفى مزران وكان رئيس اللجنه الماليه محمد يونس الكركشي نعم بالضبط لان بشير بي في عنده حضوره واسس طبيعي روحه حيكون حلقه اسس نعم. اسس نعم. هيئه تحرير ليبيا في نعم. مارس 47 في القاهره نعم. حضر في مارس 48 حضر نعم. الى طرابلس في اقامته عام ونص بقاها في منزل الاسره بيت الكريكشي في شارع درنا رقم 33 تبارك الله تبارك فهذه نعم. التاريخ نعم. الصور والجرائد كاتبه الكلام هذا المهم نعم. وصلنا ان يتم طرابلس رأت أن وجود ما فيش حكومة محلية ووجود الإنجليز في طرابلس هني بلاكلي وكذا حيلعبوا في الانتخابات نعم. برقة نفس الشيء قالت ما عندناش وقت هيا سيد الأمير إدريس نكملوا نفس الشيء نعم. أحمد سيف النصر في الزان وقف في النص قال لا نبي ننتخب نعم. فتدخل هنا أدريان بيلت واتصل بالأمير إدريس نعم. فبعث السيد عمر فايق شنيب في مهمة إلى نعم. أحمد سيف النصر واهتم حل المشكلة أن يعينوا نعم. 21 هذه بدأت في 7 ديسمبر 1950 أعمالها وكان فيها عضو في طرابلس يمثل الجاليات الطليان نعم. واليهود نعم. وما إلى ذلك نعم. اسمه ماركو نعم. إيطالي هو كان عميد بلدية تجورة في يوم من الأيام استاذي كيف خلنا نقصد الطول رأسا للستين يعني اوكي احنا خلاص احنا وصلنا 60 بقى ممتاز ايش رايك وصلنا عندنا بعض الصور عن يعني وقايع وحوادث وبعض الاجتماعات وبعض الصور التذكاريه لجنه 60 وغيرها ايش رايك نشوفهم وحضرتك تعلق عليهم حاضر نعم معا هي تفضل تفضل استاذي تفضل استاذي ايوه نعم هي هذه لجنة الستين اجتمعت في عدة أماكن نعم اجتماعاتها الأولى بدأت في قصر الخلد العامر هذه إعلان الاستقلال هذه من نعم. شرفة قصر المنار في ميدان 9 أغسطس وهو بنغازي في 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 بنغازي نعم ضبط سيد في البلكونة قاعدة العنتوة بيقولوا موجود أنا شفتها أكثر من مرة إيه البلكونة قاعدة العنتوة هو القصر بسيط لأن الأسرة نعم. السنوسية لم تبني قصور نعم إلا قصر ال نعم لا هذا علم إمارة نعم عن إمارة نعم برقة. ما هو الأحداث هذه كلها ايه؟ أفضت إلى بعض ويعني زي ما تقول هذا نعم. هذا الاجتماع للجمعية الوطنية التأسيسية لأن الشيخ المفتي وأنا محمد بن سعد العالم مقعمد في الصدر غاديكا
نعم، لأنها بعدين انتقلت في الاجتماعات إلى ما يعرف حاليا مكتب الفنون والصنايع. نعم جميل. ثم الانتقالة الثالثة في 29 سبتمبر كانت إلى برقة. نعم نعم. بنغازي، وهذا السيد أدريان بيلت، وهذه المستشارين كانوا تحديدا حدد استاذي جالس على اليسار اللي مقعمز مقابلك طول هذا. نعم الجاكيت. ايوه هو ده السيد أدريان بيلت. نعم بالضبط. هذه اللجنة نتاع المؤتمر البرقاوي اللي لابس حولي هو عمر فايق شنيب. لا ولا لابس طربوش مقابلك. الوسطي الوسطي الوسطي. نعم السيد هو ذاك، هذا الشخصية المهمة. نعم جدا الوسطي صحيح. هذا السيد القلال. نعم وكان معاهم. نعم. هذا السيد عبد الحميد وكان معاهم. نعم. الثاني. نعم. رباحهم اللي هو عبد الرازق شقلوف. وهذه اللجنة مع هذه 17 ديسمبر. نعم. 1950 اللجنة 60 بعد ما دارت المبايعة يوم 2 ديسمبر 1950 ورفعت المبايعة إلى الأمير إدريس. نعم وكان بحضور السيد بشير. نعم. السعداوي. نعم. ممثل حزب المؤتمر الطرابلسي العام. وهذه المبايعة الثانية هو ذهب مبايعة الثانية هذه. جميل جميل. المبايعة الأولى كانت في 22 نوفمبر 1922. جميل. استاذي هذه صورة متداولة متداولة كثير. هذه الطيران بيكون طيران عسكري. نعم عسكري. واحد من هذه اللجنة الستين في أثناء وصولها لأن. نعم. ما كانش عندنا احنا الطيران في ذلك الوقت. ايه. حتى في يوم الاستقلال هذه نفس الصورة غير واحدة غير ملونة. نعم بالضبط يعني خضعت للمعالجة. وانا رئيس الجمعية الوطنية للتسيير الشيخ المفتي وانا ورا الملك واخد واللي لابس الكبوط الملون اللي هو بشير السعداوي واللي على يمينه. نعم. هو احنا تناولنا استادي لهؤلاء الافاضل من اجل بيان كما يقال يعني زي ما تقول المواقف المشرفة ان هم كل واحد همش نفسه وأهمل موضوعه وكما يقال مثلا ما خشش في مثلا مسألة نحن ولا البلد ولا الانتماء ولا المدينة وإنما كانت المصلحة العليا اللي هي نيل الاستقلال كان همهم. نعم كان الاختلاف مثلا. نعم. على أين تكون العاصمة. نعم إيه لكن حتى في هدية المادة 188 في الدستور. نعم. في الدستور. نعم أيوة. لليبيا عاصمتان. أيوة خلاص. نعم. حل المشكلة مش حل المشكلة بالضبط. هذا دليل طرابلس وبنغازي. هذا الشاهد طرابس. هذا الشاهد على ما نقول يعني جميعا إن نشوف حتى من أجل كي لا يتم ما تنزم تقول الصراع ولا ما الخلاف ولا الاختلاف ولا قد يؤدي والعياذ بالله إلى فشل حتى المساعي لنيل الاستقلال تم الاتفاق على هذا الخصوص. فنعم تفضل. بدأت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية أو لجنة الستين اجتماعاتها 25 نوفمبر 1950. نعم. أين الساعة 11:30 الصبح في قصر الخلد العامر. نعم. وهذه التسمية قصر الخلد. نعم. جاءت من تسمية للدولة العباسية كان الخليفة الثاني للدولة العباسية. نعم. وهو المؤسس لبغداد كان عنده قصر. نعم. يسمى بقصر الخلد من هناك جت التسمية. أيه. المهم شكل الدولة الليبية ومعالمها ونظام الحكم ووضع العلم كلها كانت هذه في الجلسة. نعم. الأولى. لو رجعنا زي ما قلنا في الاستهلال إن يعني هؤلاء الأفاضل يعني شو بنقول لك أكثر من هم كلجنة الستين بالاسم المتداول كانت عندها أكثر من مهمة يعني مهامها تقريبا كانت أربعة رئيسة من ضمنها وضع الدستور وشكل الدولة معلمها. نعم وضع الدستور. أيوة. وشكل العلم شكل العلم. نعم. تشكيل الحكومة المؤقتة. نعم لأن هذه جت في قرارات المتحدة الزوز. نعم. تشكيل الحكومة المؤقتة وسن الدستور. معنى نقوله من أجل التبسيط إن المهام الأربعة هذه قبل إعلان المملكة صحيح ولا لا؟ طبعا. نعم لا قصدي عسن البعض مش شاف حتى يعني الترتيبية الزمنية مثلا. لا 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 فالدستور مش بعد المملكة وإنما قبل المملكة. هذه كل اللي حكينا عليه كلها. نعم. هو للوصول إلى الاستقلال. أيوة وتمهيد وبداية. نعم. المملكة الليبية المتحدة. نعم جميل جميل. الجلسة الثانية في 27 نوفمبر 1950 كانت مهتمة بوضع لجنة 12 أربعة عن كل إقليم يعني 12 شخص شنو مهمتهم وضع اللائحة الداخلية. جميل. الداخلية هذه هي القواعد والشروط اللي تمشى عليها في أعمالها. في الجلسة الثالثة جهزت
العملية هذه، وتم تعيين الشيخ المفتي محمد بن سعالم رئيسا، ونائبا له السيد نعم. عمر فايق شنيب نعم. عم برقة وعم فزان كان السيد محمد عثمان الصيد الذي تولى رئاسة الحكومة من عام 60-63، ثم تغير فيما بعد لما خش الحكومة المؤقتة وجاء السيد أحمد اللي هو طبعاً نعم 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 أبو بكر أحمد نعم بالضبط نعم. فالجلسة الرابعة وهي المهمة وهو يوم العلم، أنا نسمي فيه لما نكتب عليه نحطه نعم. في صفحتي أن يوم العلم السيد عمر فايق شنيب أتى بعلم مرسوم على ورق فيه نعم. الألوان الثلاثة وكذا، وشرح للجنة الستين وقال أن أخذ الموافقة من الأمير إدريس. الألوان الأحمر والأكحل لما تجمعها مع بعضهم يساووا حجم الأسود صحيح، ووضع في الدستور نعم. لأن إذا كان علم لا يضعش في الدستور أو يصدر نعم. له قانون فما نعم. يبدأ غير سائل المفعول. في جملة معروفة لما يذكروا على العلم مواصفاته والبعد بعدين وهكذا، وأنه الطول في عرضة يعني أكيد ضروري منه خيس، وليكن الطول ضعف الضعفين العرض. وهذا لسه في العالم كاتبين جملة كاتبين جملة الألوان، وكذلك كاتبين يعني مثلا وجود كوكب لامع أو هكذا إيه غريبة، مش كاتبين نجم إلا مع أن هم أدرى ويعرفوا الفرق إيه، لكن كاتبين كاتب يعني زي ما هو بيت الشعر المعروف النجمة والأحلام احنا واخدينها من الدولة العثمانية نعم نعم، يعني هي متراكمة من الدولة العثمانية نعم. كل أعلام زمان عهد العثماني الأول والثاني والقرمالي كلها والتاج يعني حتى التاج في المهم. والعلم الليبي تجد نفس الألوان الأربعة هذه الأبيض والأسود هذا مع نعم. مع موجودة في 5-6 دول عربية نفس يعني في الأردن الإمارات السودان فلسطين الكويت نفس الألوان، لكن نفس المغزى يعني الأسود يرمز إلى كذا والأحمر لا لا يرمز إلى كذا. لا لا هي ترجع لقصيدة لشاعر عراقي اللي هو صفي الدين الحلي ماذا يقول؟ يقول بيض صنائعنا نعم. سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا. المواضي هي السيوف التي نعم. دائره بالدم وما الى ذلك نتيجه الشجاعه وما الى ذلك. جميل ما رايك انك انت تاخذنا نخش للرابعه توا لا الجلسه هذه الرابعه شنو فيها شنو نعم. فيها هذه نعم. العلم قلنا نعم وفيها لجنه ال 18 وهذه لجنة مهمة جدا. عندنا بعض الصور للجنة 18، هل تسمح لي استاذي؟ اي طبعا. يعني مش الوقت برنامج؟ طبعا. انك انت تاخذنا في جولة تعلق على بعض الصور الجاية، ايش رايك؟ اي حاضر، ما عنديش مشكلة، كان حاجة ما نعرفهاش نقول لك الله أعلم. تعرفها بإذن الله، نشاهد معا. تفضل استاذ. هذه لجنة 60 نعم الجمعية الوطنية التأسيسية، هذه نفس اللقطة اللي شفناها غير المعادة نعم الشيخ المفتي مقابل وانا نعم. هو الرئيس نعم هذيك، لكن هذه في احد اجتماعاتها نعم لانهم العدد كبير، ولكن وهذه اللجنة نفسها اللي نتاع بكر الصورة نعم. بتاع هذه 17 ديسمبر 1950 نعم، هذه تختلف على والملك جالس هي في نفس لكن نفس الحدث طيب. لان هي البيعه اللي نعم. تمت يوم 2 ديسمبر طيب الملك الان اعتراف اعترافهم به ملكا شرعيا على ليبيا نعم. بالسيد الامير ادريس نعم. هنا رفعوا رسميا نعم. الاجراءات والمواثيق، معنى هذا كله يشهد ان هم منظمين. شوف هذه مش ما نقولش فاجاتك بها انت عندك منها، لكن طبعا هي موضوعها قد يكون قريب جدا جدا لكن ليه علاقه بمتحد استاذي. كل ما يمكن ان يقال إن الصفحات مشرفة لهؤلاء الأبطال صدق، لأن عملهم بطولي وطني أكيد، يعني إن هم فعلا فعلا اتحدوا من أجل إن هم يديروا استباق لقرارات الممتحدة اللي قد تكون زي ما أنت قلت ممكن تأخذ وقت طويل جدا. نعم تفضل أستاذي. طرابلس الغرب هذه نعم. رئيس تحريرها السيد المنير برشان نعم، شخصية مهمة مثقفة نعم. إلى جانب هذا صحفي وإعلامي وسياسي، هو كان السيد عمر فايق شنيب رئيس لجنة الدستور ونائبه كان نعم. المنير برشان هذه نعم. اجتمعت في الجراند هوتيل. لكن كيف عمر فايق شنيب من بنغازي قصدي من طبرق تواجد غادي ومنير برشان؟ اجتماع هنا اوكي نحسبها على طول في الجراند هوتيل كانت نعم، اللي هو تو الفندق الكبير الجديد نعم. جراند هوتيل القديم جديد لان المهجور. هي المتحده هذا المبلغ جديد المهجور اي المهجور، فكانت تجتمع مقيمه هناك نعم نعم, نعم.
ايوه السيد بلت هنا موجود. نعم دوره موجود. كبير جدا دوره كبير بالضبط. اولا نعم. السيد عمر فايق خنيف ده بسطربول. نعم. وهذا تولى وزاره الدفاع في الحكومه المؤقته، وكان رئيس الديوان الملكي وتوفاه الله يوم 8 اغسطس 1953 لم يعمر طويلا رحمه الله عليه. نعم رحمه الله عليه. هذه نفس هذه ميدان 9 اغسطس نعم. في الاعلان بغاتي. نعم هذا المنار قصر المنار. باهي استاذ احنا لو فرضا نبغوا نذكر محاسن هؤلاء الناس اهل فضل، وقلنا بالدرجه الاولى غلبوا المصلحة العليا المصلحة الكبرى اللي هي نيل الاستقلال، وكذلك ما يسمى باتحاد الأقاليم الثلاثة، وبعدين جت المملكة المتحدة بعدين ألغيت. شن نقدر نبينه فيما تبقى من وقت فضائل وشمائل هؤلاء الناس؟ بدأت المملكة المتحدة بداية كويسة إذا منقول إحنا في العامين ثلاثة الأولاد، بعدين أصبحت هناك مشاكل للنظام الاتحادي، حوالي يجي 10 مشاكل يعني تحتاج إلى محاضرة أو جلسة نعم. خاصة. إلى أن 1962 في حكومة السيد محمد الصيد بدأت المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى بتغيير النظام إلى من فيدرالي إلى الدولة الموحدة. نعم. لم يفلح السيد عثمان الصيد، أتوا بالسيد فكيني محي الدين فكيني مندوب ليبيا في المتحدة وسفير ليبيا في المتحدة، وهو متحصل على شهادة الدكتورة من الصربون 1953، شخصية مهمة جدا مثقفة ينطق بأربع خمسة لغات وما إلى ذلك. صحيح. المغيب في ليبيا الآن هو عيد الوحدة الليبية اللي مر علينا في 26 أبريل. جميل جميل. كل من تولوا سير الأمور خلال 50 عام لم يذكروا هذه المرة الأولى التي تتوحد فيها الدولة الليبية منذ عهد القرمالي. نعم. ألغي النظام الفيدرالي، وألغيت المجالس التنفيذية للحكومات، وألغيت المجالس التشريعية اللي هي البرلمانات. نعم. وقسمت البلاد إلى 10 محافظات، والقانون رقم 1 يقول لسنة 1963 إلغاء النظام الفيدرالي وقيام الدولة الليبية الموحدة. نعم. وكان عطلة رسمية. نعم. وعيد وطني. نعم. وأنا من هذا مكانكم هنا أطالب بإعادة عيد الوحدة، فكونا من شرق وغرب وجنوب ويمين ويسار، معلش نبغوا الكلام هذا، نحن ليبيا دولة واحدة. جميل. أستاذي هذا يجرنا لواحد من الأسئلة، هي كثيرة لكن الغرب، هل ما هو موجود الآن في المناهج يعني زي ما تقول الابتدائي والاعدادي والثاني وهكذا كتب تاريخ اقصد بعيد عن هذا الواقع، هل نحن بحاجه الى وقفه مطالبه زي ما تقول مثلا ولي الامر من يكون مثلا وزاره وغيره لمراجعه ما هو مكتوب في المناهج او كتب التاريخ؟ غير مكتوب، مغيب. مغيب تاريخ ليبيا مغيب، يعني احنا بحاجه الى وقفه. لان تاريخ جيد يجب ان يقرا. نعم. تواصلت مع وكيل وزاره يوما ما، وتوصلت مع وزير يوم ما وواجهت بالكلام هذا، قلت له نحن بحاجة لتنقيح مناهج كتب التاريخ. جميل. لنا تاريخ جيد. قلت له تبي نجيب لك 10-15 نفر، شن تبي الوثيقة الصورة الرواية الشفوية كلها موجود. نعم. نحن نؤرخ لهذا وكل شيء موجود، لكن في الجامعات الفترة هذه 43-51 يجب أن تدرس. نعم. وفي الثانويات. نعم. كذلك حب الوطن، نحن بحاجة لإعادة السيد محمد بن مسعود الفشيكة المؤرخ الكبير. نعم. نعم. وإعادة كتاب التربية الوطنية. صحيح. باش يعلم الناس حب الوطن والانتماء. نعم. إليه. نعم. وما لك من حقوق وما عليك من واجبات. نعم. من يوم تنحى الكتاب هذا بتاع صف خامس وصف ثالث إعدادي ونحن إلى الخلف ماشيين. نعم. نعم. وانت سمعت انت القرار بتاع الجودة في التعليم، هذه مصيبة كبرى جدا، مؤسفة هذه يعني. نعم. مؤسفة يعني. نعم. يعني نحسها يعني حاجة يعني أثرت فيها كثيرا يعني. نعم. مش غير معقول كان حقيقة، إن شاء الله ما يكونش. نعم. لا نعم. 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 يعني يبقى وطالب من منبركم هنا أن تنقح مناهج كتب. نعم. التاريخ، واللي يبي حاجة يجينا. نعم. وإحنا نجيبوا للناس كلها ونجيبوا للصور والوثيقة وما. نعم. يحتاج. نعم. لأن
اللي ما عندهاش التاريخ ذاكرة الوطن. نعم. به نحترم ذاتنا، به نقر ماضينا. نعم. اللي ما عندهاش قديم ما عندهاش جديد، لا نستطيع أن نبني هذا الوطن العتيد إلا ما ندرس الخمسة قرون الماضية. نعم. هو أرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا أن احنا نقدمه ولو كما يقال كسر الضوء على هذا الموضوع، ولو تنبيه، ولو معنى جرس صغيرة. راهو احنا عندنا أفاضل يجب أن احنا فعلا نفتخر بهم، نفتخر ونعتز بهم، لأن معارك يعني الجهاد مغيبة. نعم، نعم كما يقال معارك الجهاد مغيبة. نعم، نعم كما يقال صدق لا يحتفل بها، ما احتفلوش بها. نعم. مرت علينا معركة الهاني شارع الشط، مرت علينا في بنغازي، مرت علينا عين زارة الأولى. نعم. والثانية المرقب، كل ماشي القرطبية، كل اللي يذكرها. نعم، استاذ يعني اللي تقول فيه صحيح 100%. لكن برضو كنت بنحكي على حاجة، هؤلاء الأفاضل لجنة 60 وغيرها بأمانة هم اللي نقدر نقوله مثلا فرضا رسموا الطريق وأناروا الدرب صدقا، يعني وضعوا لبنات الأولى، ساهموا وأسهموا يعني بأمانة، يعني هم كما قلت في البداية مرحلة أو محطة من محطات التاريخ الليبي المعاصر. النضال السياسي يوازي النضال العسكري والجهاد. نعم، كل واحد بدوره. نعم، فضروري. نعم. خصوصا في ما علمت من حضرتك في جلسة الإعداد، إن لما جاء الاستفتاء للليبيين على يعني جهل الكثير منهم في تلك الحقبة يعني أو الفترة وانتشار الأمية، كان سبحان الله مطالبهم في الريبورت ولا التقرير اللي استقلال تام، طبعا مطالبة وانضمام للجامعة العربية. نعم، والوحدة. نعم نعم، أغلبيتها كانت تطالب. نعم. معظم الأحزاب التي أنشئت كانت عندها المطالب هذه. عندك علم الأحبة الكرام، بقول اعتراف أن هذه الحلقة من أصعب الحلقات، وأنا كنت متوقعها من أصعب الحلقات نظرا أن تبارك الرحمن الضيف معلوماته غزير جدا وذاكرة. نحن ما قلنا شيء، يعني هذا بسيط تكلمنا عنه، يعني لو خشوا في التفاصيل بين 4-5 ساعات. نعم، وفي المقابل الموضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا اللي هو تسليط الضوء على أفاضل فعلا فعلا يعني دورهم كبير جدا جدا، ودرس يحدث فيما يتعلق بالوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلد أو للبلاد. أستاذي الكريم، شكري. أنا شاكر طبعا. نعم نعم، أنا تعذرني إن الوقت لك، نحب حاجة بسيطة جدا، شكر لك حضورك، شكر لك حضورك. شكرا على الدعوة الكريمة ولمحطتكم أقرأ. ومهم أن احنا أوصلنا الرسالة إن شاء الله. نعم، اللي بنقولوها طبعا الموضوع يحتاج إلى حلقات عديدة. نعم نعم، نعم. أكيد. أكيد ما تنتهيش وتحتاج إلى تحليل وتقييم أفضل، ولكن الحمد لله أن وصلنا معلومة للناس إن شاء الله، خصوصا المطالبة الأخيرة لأهل الاختصاص لتنقيح الكتب المدرسية و تضمين البطولات وصفحات المشرفة. عيب أن المئة سنة هذه الأخيرة الكونتمبرري والمعاصر مغيبة. صحيح. يعني حتى موجودة بسيطة جدا. صحيح. نبغى نحن التفاصيل فيها. صحيح. بس. ربي يحفظك. شكرا، بارك الله فيك. ربنا يحفظكم. شكرا. سنتين. الأحبة الكرام، وما توفيقي إلا بالله، شكلكم كل الدعوات الطيبة والملاحظات وإبداء الآراء وكل ما له علاقة، ما تنسوناش بالدعاء. نشوفكم الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.